اسمي رمضان أحمد عماد الدين من قرية جولس. أنا الحجة أمينة عبد الله درويش أبو سلمية. أنا من جورة عسكلان. أنا محمود عود العصار من جولس. أنا المواطن الحاج عبد الرحمن حسين مصطفى ياسين من قرية الجية. أنا ما بنت عسكلان ولا بنت الجورة ولا بنت قروم العنب ولا بنت كل حاجة ولا بحر عسكلان ولا مينة عسكلان، هي أم القير وهي الفلة في فلسطين. إحنا خرجنا من البلاد، لما خرجنا ما خرجناش بخطرنا، لما أجت الجيوش العربية وانسحبت من فلسطين، الجيوش العربية انسحبت من فلسطين وإحنا لحقناهم. يعني اليهود عملوا فينا فضايح أمور ما شفناها في حياتنا، ذبحوا الأطفال وبقروا النسوان وبعدين هدموا الدور وبعدين حرقوا الزرع والحرث والناس من جميع النواحي. يعني هذا صفة اللي هو إيش الاحتلال الإسرائيلي. واشتدت علينا الكفار الطيارات، ظلت يطحوا في كل بلد يشردوا أهلها. ظلوا من شهر 3 لما صار شهر 5. اليهود خشت واستولوا على الأراضي وصاروا طردوا في العباد، يعني هاجروا كلهم، هاجروا والبلد، يقولوا هذه البلد هذه ذبحوها، هذه هاجروا وسحبوا حالهم وطلعوا. واحنا ماشيين في الرمل من المجدل لوين؟ لبيت لاهية. معنا شو؟ معنا بتعصير، نايمين على الأرض، نمنا على بحر، على وادي غزة. هنا لغاية وصلنا إيش غزة، هنا كانت المعاناة أكثر ما كانت مرحلة مرينا فيها. ما كانش لا يعني زي ما يقول قطعنا السماء وفرشنا الأرض، لا أكل لا شرب لا حد، وطرحنا يعني مشلحين ما نفعناش ولا حاجة، يعني طلعنا من البلاد. القصف كان على الكل، على الجميع، كان على المجدل. وهي المفتاح، هي المفتاح محتفظ، محتفظ فيه عشان أروح أخذ مالي. والله شو رجعنا بعد شهر، لا لقينا دار ولا لقينا بيت ولا عرفنا الدار وين هي. البلد حصيرة واحدة، طحنينها طحن. الهجرة ما بدمش لا واحد، مصيره عاود يرجع لأرضه اليوم ولا بكرة ولا بعده، كل واحد لازم يعاود يرجع لأرضه. أنا بأطلب من الله إنه أرجع لبلدي، إيش بحلم؟ أطلب من الله إنه أرجع لبلدي، لأنه اللي ملوش وطن ملوش دين، اللي ملوش وطن ملوش دين. أنا عمري 90 سنة، واللي وراي ابني عمره 70 سنة، وابنه عمره 30 سنة، ويجيب أولاده ويعيشه جيل بعد جيل. فلسطين لن تنتسى ولا تنتسخ، فلسطين فلسطين والعاصمة القدسية الشريف. أنا بقول بوجه رسالة للعالم إنه عالم ظالم، عمر ما انصفنا في حقنا، لأنه في من يوم ما هجرنا لغاية حتى الآن صدر عدة قرارات من مجلس الأمن ولم ينفذ منها أي قرار. صدر قرار اللي هو التقسيم، وصدر قرار 282، وصدر قرار مش عارف إيش، يعني قرارات عديدة. ولذلك العالم كله عالم غير منصف. بعدين العالم من بدايته لآخرته كان من حزن دولة إسرائيل. هذا المفتاح، هذا المفتاح لبنت ابنه، وتخلف بنت ابنه وتجيب شباب ويردوا فلسطين.
you.